تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية. صباح دائما صباح التفاؤل وصباح السعادة، ويومكم إن شاء الله مستمعينا الأعزاء مليء بالنشاط والطاقة الإيجابية. دائما مستمعين الأعزاء، الشعور بالسعادة والشعور بالتفاؤل يعكس آثار إيجابية على صحة الإنسان. أرحب بكم مستمعين الأعزاء في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أحب أرحب بفريق العمل المبدع معي اليوم، فريق الإعداد هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت ميرا الغفلي، وفي الإخراج دائما مخرجنا المتألق الأستاذ نمر محمد، وأنا محدثكم عبد الله محمد جمعة. ومن خلال برنامج صحة وسعادة أيضا دائما نرحب بتواصلكم مستمعينا الأعزاء على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم مستمعينا الأعزاء، مثل ما عودناكم دائما فقرة الأخبار المحلية والعالمية، واليوم عندنا خبر تحت عنوان العلماء يطورون علاجا يمكنه تجديد الأسنان المفقودة. ودائما فقرة السوشيال ميديا ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي على صفحات هيئة الصحة بدبي والصفحات الأخرى ذات العلاقة في الشؤون الصحية، وبتعطينا هاي المستجدات زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أما فقرة مستجدات كوفيد 19 واليوم تحت عنوان تغذية مرضى الكلى، وبتكون معانا ضيفة الأستاذة نجلة درويش أخصائية أولى في التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، وبنتحدث معها الحقيقة عن أهمية اتباع الأنماط الغذائية الصحية بشكل عام وبشكل خاص للمصابين بمرضى الكلى، وأيضا هل النمط الغذائي مستمعين الأعزاء بالفعل له دور يعني في أو له دور على مرضى المصابين بمرضى الكلى، وهل هناك أيضا قائمة خاصة يعني يتبعها الشخص اللي مصاب بمشكلة في الكلى ولا لا. أما الفقرة الأخيرة اليوم أيضا بتكون تحت عنوان الكلى وتطعيم كوفيد 19، وبتكون أيضا معنا عبر الهاتف الدكتورة سيمة عبد الله أخصائي أول أمراض الكلى بمستشفى دبي، وأيضا بنتحدث معها عن بشكل عام الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي متمثلة بخدمات الكلى في مستشفى دبي، وأيضا عن أهمية التطعيم ضد الأمراض بشكل عام وفوائده للجميع. فهاي كلها فقرات برنامجنا هذا اليوم مستمعينا الأعزاء، دائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى مستجدات وسائل التواصل الاجتماعي على صفحات هيئة الصحة بدبي وأيضا الصفحات الأخرى ذات العلاقة في الشؤون الصحية مع زميلتنا الأخت أسماء الجناحي. أختي أسماء صبحك الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور على كل مستمعين إذاعة نور دبي. الله يصبحك إن شاء الله بالنور والعافية أختي أسماء. وشو مستجداتنا اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي؟ نأخذ تقريبا جولة في قنوات التواصل الاجتماعي، من ضمن الأشياء اللي كنا مركزين عليها هي الفيتامينات المهمة للجميع، ومن ضمنها كان فيتامين أي وهو من المصادر المهمة والموجودة في الجزر الطاط الحلوى والشمام، ويساهم في تعزيز صحة العيون والأسنان والجلد والنمو والتطور. أيضا نحن نأكد على أهمية أن الأشخاص اللي يأخذون مكملات غذائية يأخذونها مع استشارة طبية والتواصل مع طبيب مختص، لأن أحيانا يعني زيادة الفيتامين ما يكون يعني
بشكل صحي إذا كان موجود كمية أكبر من اللي هو مفروض يكون فيها. فدائما ننصحهم أن يروحون للأطباء المعالجين. أيضا يعني انتهت الفرصة أن نتكلم عن خدمة من الخدمات المهمة اللي هي خدمة الفحص الدوري اللي ممكن الواحد يحصل عليها في من خلال مراكز هيئة الصحة بدبي، وأيضا الاستفادة أيضا من الاستشارات الطبية من خلال خدمة الطبيب لكل مواطن اللي موجودة من خلال تطبيق هيئة الصحة بدبي. أيضا أكد على بعض المعلومات المهمة بخصوص التطعيم، أن الخدمة متوفرة في جميع مراكزنا من خلال المواعيد المسبقة، ونحن نشجع الجميع إلى أخذ التطعيم. واليوم إن شاء الله تتكلمون عن أمراض الكلى، صحيح، فالحين أيضا نشجع خصوصا اللي عندهم أمراض مزمنة أن يحجزون مواعيدهم ويأخذون تطعيماتهم في أسرع وقت ممكن. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قنوات التواصل الاجتماعي، ونحن نتمنى للجميع أيضا الالتزام بالإجراءات الوقائية. اليوم كان في شيء وايد حلو موجود في جوجل، اللي يدخل محرك البحث جوجل بيحط لنا، حتى جوجل حاطين الشعار مالهم لابس كمامة. نعم. هذا اللي تأكيد على أهمية لبس ليكون صاب بعد بفيروس كورونا عشان يحمي نفسه. فهي من الأشياء الحلوة اليوم شفناها، كانت اليوم من واحد تضغط عليها جميع المواقع الموثوقة اللي تقدم عن موضوع الوقاية موجودة في هذا الرابط. فنحن نشجع الجميع الالتزام بالإجراءات الوقائية حتى لو كانوا ماخذين التطعيم. بعد في مجموعة كبيرة وما أخذوا التطعيم، فنحن نلتزم عشاننا وعشان غيرنا، وخصوصا إذا نحن في أفراد أسرتنا كان في أشخاص مثلا ما يقدرون يأخذون التطعيم لأسباب صحية، أو وجود أشخاص من كبار المواطنين او من اصحاب الامراض يعني اللي ما يقدرون ياخذوا فيها التطعيم. صحيح. تقريبا هالاشياء اللي كان في قنوات التواصل الاجتماعي، واتمنى لكم الصحه والسعاده. شكرا جزيلا لك اختي اسماء الجناحي، نتمنى لك ايضا احنا ان شاء الله يوم موفق. مستمعينا الاعزاء، وايضا احنا دائما يعني نذكر بخصوص موضوع يعني المكملات الغذائيه، مثل ما ذكرت الاخت اسماء الجناحي، موضوع متشعب الحقيقه، ونحن تكلمنا في حلقات كثيره. دائما ننصح لاي شخص اذا يعني قرر لحمية غذائية، سواء يعني نزل وزنه أو أي نوع من الحميات الغذائية، وحاط في باله أنه يأخذ المكملات الغذائية، فضروري جدا قبل أخذ المكملات الغذائية متابعة أو المتابعة مع الخبير أو خبير التغذية قبل أخذ المكملات الغذائية أو مع الطبيب المعالج. لأن الحقيقة زيادة الجرعات في المكملات الغذائية حتى لو كانت فيتامينات مفيدة للجسم، زيادتها دائما تسبب أعراض وتسبب مشاكل صحية. فدائما يعني استشارة الخبراء في هذا المجال بيكون أفضل. بناخذ فاصل مستمعينا الأعزاء، وبعد الفاصل فقرتنا الثانية اليوم بتكون أيضا عن مستجدات كوفيد 19 تحت عنوان تغذية مرضى الكلى، وبتكون معايا الأستاذة عبر الهاتف الأستاذة نجلة درويش، أخصائي أول التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، وعندنا الكثير حول هذا الموضوع، ولكن بعد الفاصل. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعينا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية 4006. ودائما نذكركم مستمعينا الأعزاء بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، لبس الكمام بشكل مستمر وغسل اليدين، وأيضا التباعد الجسدي. وننتقل إلى فقرتنا، فقرة مستجدات كوفيد 19، واليوم مستمعينا تحت عنوان تغذية مرضى الكلى. ومثل ما تعرفون بأن المرضى المصابين بأي أنواع من مشاكل الكلى لهم ظروف صحية خاصة التي قد تفرض عليهم بعض الأحيان اتباع نمط غذائي محدد. وهذا طبعا الموضوع مهم، لأن أيضا وفق العديد من الدراسات والبحوث فإن هناك بعض الأطعمة محددة للمرضى المصابين بالكلى، وهناك أيضا بعض الأطعمة الأخرى المفيدة لهم. حول هذا الموضوع
الموضوع مستمعينا، يشرفني أن تكون معنا اليوم عبر الهاتف الأستاذة نجلة درويش، أخصائي أول التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي. أستاذة نجلة صباح الخير. صبحتم الله بالنور والسرور. الله يصبحك إن شاء الله بالنور والسرور. عايمين البرنامج وياكم إن شاء الله. الله يحييك أختي نجلة. الله يسلمك. نحن طبعا مثل ما تعرفين بأن موضوع يعني تغذية مرضى الكلى موضوع حيوي وموضوع مهم، وأيضا يعني في هناك الكثير من الأمور أنه مفروض الشخص اللي مصاب بمرض الكلى يجب اتباعها، سواء من نمط الحياة أو حتى من الجانب الغذائي. فنحب أن نتعرف أكثر أستاذ نجلة عن أهمية اتباع الأنماط الغذائية الصحية، بغض النظر يعني أن الشخص يكون مصاب، ولكن بشكل عام نتكلم، وعقب أيضا بناخذ الجانب الخاص للمرضى اللي يعانون من يعني مشاكل الكلى. طبعا نقطة كثير مهمة عن الأنماط الصحية، قبل ما الشخص يتعرض لأمراض الفشل الكلوي أو حتى لجوء إلى غسيل الكلى، مهم جدا اتباع الأنماط الصحية. إذا كان شخص مصاب أو يعاني من السكر، سواء كان النوع الأول أو النوع الثاني، في أنه يضبط مستوى السكر بالدم. هاي نقطة وايد مهمة، بحيث أنه يحافظ على مستويات السكر يعني في الدم تكون بشكل طبيعي، وإنه يتابع، لأن كثير من مرضى السكر ممكن يعني ما يتبعون نظام صحي، وبالتالي ممكن يعرضون أجسامهم أبدانهم إلى أنهم يتعرضون لأمراض الكلى. كذلك ممكن ما يمانع إذا الشخص يروح يجري فحوصات بشكل دوري، يعني مثلا أستاذ عبد الله، عارف في ناس وايدين يعني مثلا يهملون فترة طويلة ما يروحون للمراكز الصحية أو للأطباء واستشاراتهم في بعض الأمور أو اللي تتعلق بصحتهم، أو أنهم مثلا يجون فحوصات شاملة، بحيث أنه ممكن تكون هناك بعض المؤشرات والأدلة اللي تدل أن مثلا هذا الشخص معرض للإصابة بأمراض الكلى وحتى أمراض أخرى. كذلك ضبط مستويات الضغط الطبيعي، إذا كان حتى شخص مصاب بارتفاع ضغط الدم، بحيث أنه يأخذ أدويته باتباع إرشادات طبيب المعالج، ويحاول أنه يتبع نظام صحي بحيث أنه يحافظ على مستويات الضغط الطبيعية. هاي نقطتين وهي عوامل جدا مهمة لازم ما نهملها عشان ما نتعرض ما نعرض أنفسنا كذلك للإصابة بأمراض الكلى. في نقطة اللي هي ملح الطعام، الناس كثير تتجاهل نقطة الملح، فضيفها شيء بكميات أو تحطها مثلا على طاولة المائدة وحتى أثناء الطبخ، بحيث أنه صحيح أنه حلو يكسب الأكل نكهة زينة ومستفاغة مثل ما نقول، الناس ما تحب الأكل بدون ملح، لكن إحنا نقولها نزلون من كميات، يعني خفضون من كميات الملح المتناولة، وبالتعود كذلك الشخص يقدر يتعود انه خلاص يعني لو لاحظنا ان الشخص لو متعود انه ياخذ الملح بكميات كبيره، فعلى طول خلاص متعود على هالنمط او على هالاكله المعينه انه يكون فيها ملح، ولو قللنا شوي بيقول لك ما فيها ملح، لكن اذا هو عود نفسه انه يقلل كميات الملح، بالتالي خلاص بيصير محافظ على صحته. يعني نحن نقول بمعدل، عاده يسالون يقولون شو الملح اللي نتناوله، نقول لهم مثلا معدل ملعقه صغيره من الملح، من ملح الطعام، وما يضيفون على مائدة الطعام، دائما يكون متاح، واستبداله بالبدائل الثانية للمنكهات الأخرى الطبيعية مثل الليمون، ما يمانع بعض البهارات نقول مثل البزار السركم اللي تبقي بعد يعني نكهة معينة على الأكلات، وإني أخفض من كميات الملح. نحن نقول بعد في الصوديوم الخفي، الملح الخفي في الأطعمة المعلبة، في بعض الأطعمة الجاهزة اللي تنباع بالسوق، فمهم جدا نحن نتعرف على هذه قراءة بطاقة البيانات الغذائية اللي ما ألجأ أني أخذ بعض الأطعمة المنتجات الجاهزة اللي تكون فيها كميات ملح وصوديوم عالية. أتجنب طبعا الأطعمة اللي هي اللحوم المصنعة، وابتعد عن المخللات قدر الإمكان. كذلك ممارسة التمارين الرياضية جدا مهمة، يعني سواء كان شخص مصاب بأمراض الكلى أو غير مصاب، طبعا تعرف عبد الله ان هاي نصيحه للجميع صراحه، اللي يعانون من مشكلات في المفاصل وعندهم مشكلات معينه يلجؤون للطبيب المعالج. عندنا كذلك اللي هي مثلا في بعض الاشياء للحفاظ على صحه الكلى، اللي اتباع اسلوب حياه صحي، تقليل تناول الملح، الامتناع كذلك عن التدخين، ناس مدخنين، امتناع عن شرب الماء، المشروبات الغازيه،
نركز على الألياف الغذائية الخضروات والفواكه، ما نصرف في تناول البروتينات. مثلا في كثير من الناس تلجأ أنها تأخذ مثلا مكملات البروتين وهي ما بحتاج لها، من باب أني أنا مثلا أمارس رياضة حتى بدون استشارة طبيب معالج أو اختصاصي التغذية بالكميات اللازمة من هذه البروتينات. فهاي نصايحنا بشكل عام للتغيير اتباع الأنماط الصحية، نغير من نمط حياة يعني عادي لنمط حياة صحية. ذلك شرب الماء بكميات كافية خلال اليوم، يعني ما لا يقل عن 8 أكواب في اليوم. صحيح. طبعا أستاذة نجلة، يعني النقاط اللي ذكرتيها والمعلومات اللي تفضلتي بها صراحة مهمة، يعني ولا تختصر يعني مثل ما ذكرنا على يعني شخص مصاب بمرض معين أو داء معين، ولكن يعني نحن اتباع الأنماط الغذائية الصحية دائما تعطينا الوقاية. وذكرت أنت مواضيع كثير جميلة الحقيقة، يعني يعني الشخص اللي عنده أو مصاب بداء السكري، يعني متابعة السكر بشكل دائم والحفاظ على المستويات الطبيعية والمعدلات الطبيعية، المتابعات الدورية للفريق الطبي المعالج. نحن دائما نقول الشخص اللي مصاب بأي نوع من الأمراض المزمنة ضروري جدا أنه يتابع مع الفريق الطبي المعالج، على أساس أنه ما تبدأ عنده مضاعفات، والمضاعفات هاي ممكن تأثر على حياته بشكل عام. ننتقل معك أستاذة نجلة إلى يعني حديثنا. نحن تكلمنا عن النمط الغذائي بشكل عام لكل شخص سواء مصاب أو غير مصاب. الحين كيف يأثر يعني النمط الغذائي إذا يعني تكلمنا عن الشخص اللي مصاب يعني بمرض الكلى، كيف يؤثر نمط الغذاء سواء كان نمط غذاء صحي أو حتى غير صحي؟ فعلا له تأثير على المصابين بأمراض الكلى، بحيث أنه مثلا إذا شخص كان مصاب بأمراض الكلى فيكون في قصور ببعض الوظائف، بيكون مثلا في ارتفاع في بعض التحاليل، لذلك مثلا يكون عندهم دائما البوتاسيوم مرتفع. طبعا البوتاسيوم نحن نقولهم مثلا موجود في كثير من الخضروات والفواكه، فنقولهم يتبعون بعض أنماط يعني ممكن تساعد في التقليل أو الحد من تناول هذا المعدن في الخضروات والفواكه أو حتى في بعض الأغذية الأخرى. عسل مثلا ممكن يودنون مثلا الخضروات فترة معينة، ممكن يستبدلونها بطريقة جيدة ويقللون من تناول هذه الكميات، طبعا باستشارة الطبيب المعالج وأخصائي التغذية، بحيث أن يحافظون على نسب المعدلات الطبيعية للبوتاسيوم. عندنا كذلك البروتينات بشكل عام والموجودة في الدجاج، اللحم، الأسماك، البيض، الحليب ومشتقاته. فنحن نقول مثلا لكل مريض حسب احتياجه من البروتينات، فمثلا حمية ممكن تصلح لشخص ما تصلح لآخر، ممكن مصاب بالكلى تكون عنده المعدلات مختلفة بالنسبة لشخص آخر. فعشان كذي نحن نحدد مثلا كمية البروتين اللي يحتاجها الشخص، وما يعني يحاول انه ما يتجاوز هذه الكمية وما يتعداها، بحيث انه يحاول يخفف من الاعراض اللي تظهر مثل هذه الامراض، امراض الكلى. طبعا مثل ما تعرف استاذ عبد الله ان الكلى لها مراحل ولها امراض، يعني عشان دائما ناثر امراض الكلى لان لها مراحل ولها يعني مراحل معينه، حتى في مراحل الفشل او حتى كان مرض كلى حاد ممكن ان الكلى ترجع طبيعيه، ممكن ما ترجع، ممكن الشخص يلجأ لأنه يغسل كلى. فعشان كذي نحن دائما نشوف نحن على حسب المعدلات، وإنه يحاول يتبع نمط حياة يعني صحي، بحيث إنه يتجنب مثلا الأطعمة المملحة، يبتعد عن المعلبات، يتجنب الأطعمة الجاهزة، يحضر مثلا الطعام في المنزل بطريقة صحية قليلة بالملح، بطريقة مثلا صحية حسب احتياجه هو من اللي هي العناصر الغذائية اللي يحتاجها في هذه الأطعمة. فممكن حتى أني يلجأ للخضرة المطبوخة والمسلوقة، إذا أنا مثلا ما باكل الخضرة اللي هي بشكل عام الطازج اللي ممكن مثلا تعطيني كميات بوتاسيوم وترفع هذا المعدل عندي في الدم. فهذا الأشياء اللي نحن دائما نركز عليها عموما بشكل عام، إن حتى ممكن الدكتور ينصحهم طالما أن الكلى مثلا شغالة بنسبة معينة، ممكن يقولهم خففوا مثلا شرب المياه. بس أرجع وأقول إن كل مريض حسب حالته الصحية وحسب استشارة الطبيب المعالج، لأن ما نجمع نحن الحالات كلها
ونقولهم ان هذه الحميه تمشي على الجميع. صحيح. لكن عموما بشكل عام اتباع نمط حياه صحي يخففون من معدلات البوتاسيوم، الفسفور اللي موجود في الاطعمه. انا اعرف المصطلحات هذه ممكن ما تكون معروفه للجميع، بس عاده مرضى الكلى ما شاء الله فاهمينها وعارفينها. صحيح. لان خلاص نبدا نعلمهم عليها ونقول لهم حافظوا على هالمستويات، وحتى مثلا كميات البروتينات المتناوله بحيث انه تفي باحتياجاتهم. نعم. للمدخنين نقول لهم امتنعوا، للمصابين نقولهم لا تستسلموا للمرض وما تمارسون اي تمارين رياضيه، لان الحالات اللي تجينا عاده خلاص انا مريض انا ما اقدر اتحرك انا ما اقدر اسوي اي شيء. لا، يمارس حياته الطبيعيه ويمارس انشطته اليوميه، وكذلك ما يمنع انه ياخذ الاستشاره اللازمه، وفي نفس الوقت يعرف الكميات اللي يحتاجها والاحتياجات من العناصر الغذائيه في الاطعمه، ينام بعد النوم يعني بساعات كافيه مهم جدا، يبتعد عن الضغوطات النفسيه بعد، هذا عامل جدا مهم. صحيح أستاذ نجلة، الحقيقة يعني معلومات جميلة، ونحن أيضا دائما يعني نضم صوتنا بصوتك ونذكر دائما مستمعينا الأعزاء وبالأخص المصابين، نحن دائما نقول يعني الشخص المصاب بأي نوع من الأمراض المزمنة سواء الكلى أو أمراض ارتفاع ضغط الدم أو أمراض السكري أو أي أمراض أخرى، إذا كان هو شخص مصاب بهاي النوع من الأمراض وعلى أدوية مستمرة بشكل يعني يومي، لابد أن يثقف نفسه، لأن التثقيف هو مفتاح يعني العلاج لهذه الفئة، لأن لابد أن الشخص يثقف نفسه. يعني تخيلي أستاذ نجلة، في بعض الناس اللي يكون عنده مرض السكري يعني يتجاهل موضوع البطاقة الغذائية، علما بأن البطاقة الغذائية لها الكثير من المعلومات، إذا يعني اتمعن وقرأ البطاقة الغذائية بيثقف نفسه أن هل المواد اللي موجودة على البطاقة الغذائية هاي بتفيده ولا بتضره. فدائما التثقيف هو جانب مهم جدا لنا نحن يعني غير المصابين بأي نوع من الأمراض، أو حتى إذا كان الشخص مصاب بأي نوع من الأمراض المزمنة. شكرا لك أستاذة نجلة درويش، أخصائي أول التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، كل الشكر والتقدير. كل الشكر لكم، ونصيحتي للجميع رمضان فرصة للتغيير، مقبلين عليه يعني شهر مبارك وشهر فضيل، غير أنماط الحياة، التجأ للأنماط الصحية وبالتدريج من الحين عشان يتم لكم أسلوب حياة صحية على طول. شكرا جزيلا، شكرا لك. مستمعينا الأعزاء، بناخذ فاصل وبنكمل أيضا حديثنا اليوم عن موضوع الكلى وتطعيم كوفيد-19. بتكون معنا الدكتورة سيما عبدالله، أخصائي أول أمراض الكلى بمستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم مستمعينا على الأرقام 600-551-414 وعلى الرسائل النصية 4006. ونكمل حديثنا اليوم عن مرضى الكلى، ومثل ما تعرفون مستمعين الأعزاء هناك استفسارات عديدة تدور في أوساط مرضى المصابين بالكلى تخص التطعيم ضد كوفيد-19، وأيضا الاستفسار عن الإجراءات الطبية والعلمية الخاصة بهم في هذا الشأن. لتفاصيل هذا الموضوع يشرفنا أن تكون معنا اليوم عبر الهاتف الدكتورة سيما عبدالله، أخصائي أول أمراض الكلى بمستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي. دكتورة سيما صباح الخير. صباح النور. صباح النور. الله يحييك دكتورة. شكرا لتواصلكم، وإن شاء الله نقدر نجاوب على استفسارات المرضى عن هالموضوع المهم إن شاء الله اليوم. نعم، نحن سعداء جدا وجودك معنا دكتورة في برنامج صحة وسعادة، وأيضا كان حديثنا في الجزء الأول من البرنامج اليوم عن تغذية مرضى الكلى، وأيضا يعني تحدثنا عن النمط الحياة السليمة أو الصحية اللي كيف تؤثر على الشخص المصاب ب يعني مريض الكلى أو الفشل الكلوي. اليوم دكتورة حديثنا معك عن الكلى وتطعيم كوفيد-19، ولكن في البداية نحب أن تعطينا يعني نبذة عن الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي بشكل عام لمرضى الكلى.
خدماتنا تقريبا هو أكثر شيء غسيل الكلاوي أنواعها. إحنا في القسم تقريبا نقدم خدمة الغسيل الدوري تقريبا حتى 240 مريض. هم يغسلون تقريبا ثلاث مرات في اليوم بنسبة تقريبا مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيا. هذا الغسيل الدموي. بعدين الغسيل الفريتوني بعد تقريبا 25 مريض نسوي لهم غسيل الفريتوني، بالإضافة إلى الغسيل البطيء اللي إحنا نقدمها حق المرضى اللي ما يكونون مستقرين، يكون عندهم هبوط أو أمراض قلب. هاي الخدمة نقدمها حق المرضى اللي يكونون في العناية المركزة. الخدمات الثانية تكون عيادات، معظم الأيام الأسبوع تقريبا يكون عندنا عيادات نغطي فيها المرضى اللي يكون عندهم القصور الكلوي بمراحله الخمسة، ونشوف المرضى اللي يكون يعانون من أمراض ثانية من الكلى، سواء كان انسدادات الكلى، سواء كان الحصى، سواء كان عندهم التهابات الكوبيبات أو قصور الكلوي. وبعد إحنا قاعد نشوف المرضى اللي مسوين زراعة كلى ويأخذون أدوية حق المناعة. غير هالأشياء تقريبا إحنا نغطي الحالات الحادة اللي تستدعي دخول المستشفى، الحالات اللي يكون عندهم فشل كلوي حاد أو فشل كلوي مزمن يدخلون المستشفى، يعني هالخدمات بعد يعني نقدمها في قسم الكلى في مستشفى دبي. صحيح. يعتبر أيضا دكتورة، يعني دكتورة سيمة، مستشفى دبي أو قسم الكلى من الأقسام الكبيرة أو كمركز يعني لغسيل الكلى، لأن مثل ما ذكرتي بأن تقدمون خدمات متنوعة ومختلفة للمصابين بالفشل الكلوي. فلو نتحدث دكتورة عن هذا الجانب، عن أهمية التطعيم ضد الأمراض بشكل عام وفوائدها للجميع. هو التطعيم، تطعيمات عامة تحمي الأشخاص من الإصابة بالأمراض المعدية، هو الطريقة الأمثل لاحتواء انتشار الوباء، خصوصا إذا كان الوباء موجود. يعني هو ليس وقاية فردية، لكن هو وقاية للمجتمع والبشرية عموما. تقريبا في أماكن يقولون أن لاحتواء الوباء يجب تطعيم ثلثي السكان على الأقل. في الماضي كان عندنا أمراض، يعني أمراض معدية، واستطعنا أن نقضي على هالأمراض المعدية تقريبا استوى نسبتها زيرو بالتطعيمات واللقاحات اللي استخدمناها، مثل شلل الأطفال، الحصى، السل وغيرها من الأمراض. بالنسبة للمرضى الكلى بعد يعني هذا مهم، لأن إحنا مرضانا قبل يعني مشكلة الكوفيد 19 في لقاحات إحنا كنا نعطيها بصورة مستمرة حق المرضى اللي يعانون من أمراض الكلى، خصوصاً الناس اللي على الغسيل الدموي. كنا تقريباً نعطيهم لقاح الإنفلونزا بشكل دوري مرة في السنة، عشان يعني ما يجيهم الالتهابات وما يحتاجون دخول المستشفى، أو حتى إذا جاتهم مثلاً الإنفلونزا يكون بشكل أخف. التطعيم الثاني اللي كنا نعطيه حق المرضى بشكل دوري تطعيم التهاب الكبد الوبائي من نوع بي، لأن هذا ينتقل عن طريق الدم. فإحنا كنا نشجع كل المرضى أولا نسوي لهم يعني نشوف المضادات، هذا المضادات في الجسم، إذا كان ما عندهم مضادات ما عندهم مناعة كنا نعطيهم يعني لنا نعطيهم اللقاح. صحيح. دكتورة عندي مداخلة أيضا من أحد الأخوة، هو يعني يقول يعني مصاب بمشكلة في الكلى، ويعني تابع مواعيد الدورية في المستشفى، ولكن لين الحين بعد ما قرر أنه يأخذ اللقاح. فيقول شو تنصحني الدكتورة، علما بأنه وضع مستقر ومتابع لمواعيده الدورية وما عنده أي مضاعفات في هذا الجانب. هو بالنسبة للتطعيم عشان الكوفيد 19، بالنسبة للتطعيم نفس الأسباب اللي يعني تمنع التطعيم حق الفئة الثانية، نفس الشيء إحنا يعني مثلا إذا المريض عنده حساسية مفرطة من مثلا دواء أخذها عن طريق الوريد، إذا كان في الفئة العمرية أقل من 16 سنة بعدنا ما قاعدين نعطي. الحوامل ما قاعدين نعطيهم، فهذيل الناس يعني تنطبق عليهم نفس الشروط دكتورة؟ نفس الشروط تقريبا، بس عن المرضى الكلى الناس اللي يكون عندهم يعني أحيانا الناس اللي يأخذون أدوية حق المناعة،
في نوع من الأدوية اللي إحنا نعطيها مثل الروتوكسيماب المفروض ما يعني ما نعطيهم التطعيم في الفترة اللي ماخذين فيها هالدواء. بعد الناس اللي يأخذون كورتيزون جرعات كبيرة أكثر من 20 ميلي جرام بعد إحنا ما نطعم. غير عن هالأشياء تقريبا إحنا نشوف المريض كحالات يعني إنديفيدوال يعني حالات فردية يعني نعم كل واحد حسب يعني وضعه المرضي وتاريخه المرضي يتم يعني تقييمه. فهم عادة هم المفروض يراجعون عند الأطباء يسألون صحيح. الأطباء هل هو عادي إنه يأخذ التطعيم وإذا كان عادي عادة إحنا نكتب لهم ويتم أخذ التطعيم في العيادات الخارجية. بالنسبة للمرضى الغسيل الكلوي بدأنا نطعم المرضى وتقريبا طعمنا تقريبا 100 مريض الحمد لله لحد الحين والحمد لله ما واجهنا أي يعني مضاعفات كبيرة الحمد لله. تقريبا المضاعفات تكون مشابهة لباقي فئات الناس يعني. صح ونحن دائما دكتورة يعني بالأخص اللي عندهم أي نوع من الأمراض المزمنة دائما ننصح بأن قبل لا يقرر أنه يتخذ أو يعمل أي إجراء معين لابد أنه يراجع طبيبه أو الفريق الطبي المعالج. دكتورة سيمة عندنا اتصال من الأخ عبد الرحمن. أخوي عبد الرحمن صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. الله يعطيكم الصحة والعافية ونرحب بك وبضيفتك الكريم الله يحفظكم أجمعين. الله يرحب بك. عفظ الله أخوي عبد الرحمن تفضل وياك الدكتورة سيمة. أنا الحين ركبت السيارة أنا لكن أنا سمعت أمر يتعلق بالتطعيم فأنا إذا سمحتم عندي بس مداخلة. تفضل. نحن الآن طبعا في دولة الخير والبركة واحترام الإنسان على جميع الأصعدة ومنها الناحية الطبية. الآن أنا عندي ولد في 16 وحيسافر إلى بلد آخر لإكمال التعليم. هذاك البلد اللي صاير عنده ما عنده ذلك المستوى يعني مستوى متأخر جدا عن دولة الإمارات. عنده تطعيم الكزاز أو اللي هو في المرحلة 16 سنة بهذا الوقت ما أخذ إلى الآن. الله يخفيكم تواصلت مع برنامج نور الصحة الدكتور بسام وأرشدني إلى نور إلى هيئة الصحة في دبي والوزارة. هيئة الصحة يقولون واقف التطعيمات أي تطعيمات واقفة والوزارة ما يردون أصلا على أكثر من رقم. فأنا الآن بحاجة ولدي يعني أيام بيسافر وأنا علمت أنه فيها خطورة أنه الولد يتجاوز هذا السن وما يأخذ التطعيمات. فما أدري إذا حد يقدر مثلا الدكتورة الفاضلة أو أي حد يقدر يرشدنا ويساعدني في هذا الأمر. نعم. عندنا التأمين أول كان مال الحكومة لكن تعرف أنت ثلاث أولاد عندنا التأمين باقيين تأمين اللي هو مني والدرب يعني التأمين اللي ما يسمن ولا يغني من جوا. لكن بالأهم أكيد عندي الأهم صحة الولد. أخوي عبد الرحمن ويانا الدكتورة سيمة وإذا عندك دكتورة سيمة أي توضيح وأيضا أخوي عبد الرحمن أنا شخصيا بتواصل معاك إن شاء الله بعد الحلقة الساعة 11 وبيتم يعني توجيه أو تحويل موضوعك للجهات المعنية في هيئة الصحة بدبي. بيض الله وجهك. تفضلي دكتورة. هو ما يعاني من الكلى صح يعني بس لا هو استفساره بخصوص موضوع ابنه اللي عمره 16 سنة عشان موضوع التطعيم لأنه بيسافر خارج الدولة. فأستاذ أخوي عبد الرحمن بنتواصل وياك إن شاء الله بعد البرنامج بنتصل فيك وأكيد الأخوة في التنسيق والمتابعة بيكون عندهم الرقم وبنتواصل وياك إن شاء الله وبنوجه الموضوع للجهات المعنية يعني مساعدتك في هالموضوع. شاكرين تواصلك مع برنامج صحة وسعادة. دكتورة سيمة بنكمل حديثنا معاك كنا نتكلم عن موضوع أهمية وضرورة التطعيم أيضا اللي مصابين يعني بمرضى كلى وبالأخص إذا كان عندهم غسيل كلوي. ذكرتي بأن يعني هم تنطبق عليهم يمكن نفس الشروط اللي تنطبق على عامة الناس ولكن إذا كان مثلا يعني تنطبق عليه الشروط أنه ياخذ التطعيم فإحنا دائما كنا نقول أنه يعني لابد أنه يراجع الطبيب المعالج على أساس أنه يتأكد أنه ما عنده أي مشاكل صحية أو مضاعفات أخرى حول هالموضوع. صحيح صحيح. اللي على الغسيل الدموي إحنا هنا نشوفهم ونشوف يعني التاريخ المرض عندهم ونتأكد أنهم هو بيكون آمن أن يأخذون التطعيم فنطعمهم نفس اليوم اللي هم جايين حق الجلسة مال الغسيل عشان ما يضطرون يسيرون مكان ثاني
فالحمد لله يعني يعني قدرنا نطعم تقريبا أقل من نصف المرضى يعني بين الحين. صحيح دكتورة، يعني نحن تحدثنا الحقيقة يعني في فقرتنا الأولى اليوم من هذا الموضوع عن المصابين ب يعني أي نوع من أمراض الكلى. النمط الحياة يلعب يعني دور حيوي ودور كبير ومهم في حياة هؤلاء الناس، فلو نتحدث شوي أكثر من الجانب الطبي، النمط الحياة الصحي، يعني اتباع حمية غذائية، لأن نحن نعرف أن أيضا يعني بعض المصابين بمرض الكلى هناك يمكن نوع معين من الأطعمة اللي ممكن أن يأخذها، وأيضا هناك يعني ممنوع عليهم مثلا نوع آخر من الأطعمة. لو نتحدث في هذا الجانب وشو نصيحتك يعني، ونحن أيضا مقبلين إن شاء الله خلال أيام شهر رمضان المبارك. نعم إن شاء الله. هو التغذية بالنسبة للمرضى اللي يكونون يعني على غسيل الغسيل غير عن التغذية اللي حق الناس اللي بعدهم ما بدأوا عملية الغسيل، فهذا وايد مهم. عادة الناس اللي يكون عندهم يعني بعدهم ما بدأوا عملية الغسيل تكون البروتينات أقل، يعني نقول لهم إن ما يعني ما يكون عندهم ما يأخذون بروتينات كثيرة. في أشياء معينة مثل البوتاسيوم تكون أحيانا مرتفعة، فنخلي أكلهم تقريبا البوتاسيوم نقللها في النظام الغذائي مالهم. في أنواع من يعني البروتينات حتى البقوليات أحيانا نقللها، نقول لهم إن ما يأخذون بقوليات بشكل مستمر. بس الناس اللي بادئين غسيل الحين خلاص هم على الغسيل الدموي، البروتينات عادي يقدرون يأخذونها بشكل طبيعي، بس أهم شيء الفوسفات، الأشياء اللي فيه فوسفات اللي هو عبارة عن مشتقات الحليب وال يعني شو اسمه يعني مش المشروبات الغازية. نعم. الأكلات السريعة هذيل اللي وايد تكون مشبعة بالدهون وبالأملاح، ممكن هالأشياء تأثر عليهم تأثر، فهذه الأشياء اللي لازم يتجنبونها يعني في هالفئة. صحيح. والبوتاسيوم مثل ما قلت لك البوتاسيوم موجودة في العصائر، موجودة في التمر، فنقول لهم إن يقللون من هالأشياء. طبعا مرضى الكلى عشان رمضان جاي بعد، عادة احنا نقول لهم ان ما يصومون، لان ممكن الصوم تأثر على حالتهم الصحية عامة، بس في ناس وايد تصوم يصومون تقريبا الايام اللي ما يكون عندهم غسيل. صحيح. فاذا الصوم ما يأثر عليهم ويكون حالتهم مستقرة عادي ما في مشكلة، بس احنا عادة نقول لهم ان ما يصومون. نعم دكتورة سيمة، عندنا استفسار من الاخ ابو خالد يقول السلام عليكم، أنا مصاب بالسكري ودائما في الليل عند الثلث الأخير يحس بألم في الكلية الجانب الأيسر، ويقول عندما استيقظ بنصف ساعة يعني يزول الألم، هل ممكن أعرف شو السبب؟ هو مهم جدا أن يراجع ويشوف نسبة السكر عنده، هل هو عنده يعني السكر تحت السيطرة ولا لا. الألم ممكن يكون أسباب كثيرة، ممكن يكون عشان ممكن يعني مثانة تكون مليانة وهو لازم يعني يفرغ المثانة. صحيح. ممكن هذا تكون فيه ضغط على الكلى، ممكن إذا كان عنده يعاني من أمراض ثانية مثل التهابات في الكلى، ممكن يكون عنده انسدادات في الكلى، أو ممكن يكون عنده لازم يراجع، وبعد يعني يحتاج أن يسوون له أشعة عشان يتأكدون إنه ما في أي سبب لهالألم. نعم. ووظائف الكلى بعد لازم يشيك وظائف الكلى عشان هو عنده السكر، معروف إن السكر يأثر على الكلى. صحيح. ونحن اليوم أيضا دكتورة تحدثنا الحقيقة حول هذا الموضوع عن أهمية متابعة الفريق الطبي المعالج لي اللي يعانون من يعني أمراض مزمنة، لأن في حالة عدم يعني متابعة المواعيد هناك فرصة كبيرة الحقيقة من يعني إصابة الشخص بمضاعفات وبمشاكل صحية نتيجة يعني إهمال المواعيد وعدم
اتباع يعني برنامج علاجي متكامل، لان احنا دائما نسمع دكتورة واكيد يعني بتصححين انت ان الشخص اللي مصاب سواء بالسكري او امراض الكلى يعني اذا ما كان يتابع بشكل مستمر مع الفريق الطبي المعالج فمعناته انه ممكن تصير هناك بعض المضاعفات وبعض المشاكل نتيجة الاهمال هذا. هو المشكلة ان مريض الكلى ما يكون عنده اعراض الا في مراحل متقدمة من المرض، يعني هو بداية حتى لين المرحلة الرابعة لو الكلى تكون تقريبا يعني 30% تشتغل ما يكون المريض عنده أي أعراض، فبس يعرف أن عنده قصور كلوي بالمتابعة مع الطبيب بعمل الفحوصات الطبية عن طريق الدم وعن طريق البول. فعشان كذي المتابعة حق هالفئة من الناس اللي عندهم أمراض مزمنة وايد مهم. صحيح. دكتورة سيمة عندنا يمكن ثلاث دقائق، شو تحبين تنصحين نصائح عامة يعني للناس المصابين ب يعني الفشل الكلوي أو الأمراض يعني المتعلقة بالكلى، سواء يعني اتباعهم نمط حياة صحي أو تنصحينهم بموضوع يعني اتباع يعني متابعة الحالة مع الفريق الطبي المعالج؟ اولا انا بغيت بس اقول عن التطعيم، تطعيم حق الكوفيد 19. تفضلي دكتوره. التطعيم ما يحميهم 100%، فمهم جدا استمرار الاجراءات الوقائيه مثل لبس الكمامه، او ان اذا واحد خلاص خلص التطعيم اخذ الجرعتين يقول خلاص انا طعمت، لان التطعيم ما يحميهم 100% من الاصابه بهالمرض. فمهم جدا غسل اليدين، لبس الكمامه بصوره مستمره، عدم الخروج من المنزل الا للضروره، عدم الاختلاط مع اشخاص يكون يعني يكون في شك انه يكون ممكن يكون عندهم المرض. فمهم جدا لان احنا قاعدين نشوف الحالات اللي تدخل المستشفى، فمهم جدا الاجراءات. نعم. حق الناس عموما يعني دائما انا اكرر ان مهم وايد ان شرب الماء ومو غير الماء، مثلا في احيانا نشرب شاي او قهوه نقول لا انا شربت سواء بما فيه الكفايه، لا لازم الماء هو المهم. الاشياء الثانيه اتباع الغذاء المناسب الصحي، عدم استعمال المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة حق فئة الشباب، تجنب المأكولات السريعة اللي هو مشبع بالأملاح وبالدهون، عدم التدخين وايد مهم حق الكلى لأن التدخين يقلل من الأكسجين اللي يوصل حق الكلى، النوم الكافي وايد مهم، النوم الكافي حق الكلى لأن في الدراسات اللي سووها شافوا أن اللي ما ينامون بالليل خصوصا ممكن يتعرضون لضغط الدم، وضغط الدم ممكن يأثر على وظائف الكلى. تجنب أخذ المسكنات بصورة مستمرة، في ناس تأخذ المسكنات على طول بس هذا مو بشيء طبيعي، ممكن المسكنات تأثر على وظائف الكلى وتؤدي إلى فشل كلوي. الرياضة وايد مهمة حق كلى صحي، فلازم يعني نمارس الرياضة بصورة مستمرة. الناس اللي يكون عندهم أمراض مزمنة مثل السكري، ضغط الدم، أمراض القلب لازم يتابعون مع أطباءهم ويتأكدون أن الكلى عندهم طبيعية بعمل التحاليل اللازمة، وإذا عندهم قصور كلوي يعني يتحولون على قسم الكلى ويتابعون معنا. نعم. دكتورة سيمة عبد الله أخصائي أول أمراض الكلى بمستشفى دبي بهيئة الصحة بدبي، حديث شيق، شكرا جزيلا لك وشكرا أيضا لفريق العمل معك، ونتمنى لك إن شاء الله يوم موفق وسعيد. شكرا. شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء وصلنا إلى نهاية فقرتنا وحلقتنا لهذا اليوم، ومثل ما سمعتوا سواء من حديثنا مع أخصائية التغذية أو الدكتورة سيمة بأن النمط الغذائي الصحي هو دائما مفتاح يعني الصحة والسعادة.
نتمنى إن شاء الله أن حلقتنا اليوم قدمت لكم معلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما مستمعينا الأعزاء نهج هيئة الصحة بدبي. أحب أني أشكر فريق العمل المبدع كان معي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة ميرا الغفلي، ومخرجنا المتألق دائما الأستاذ نمر محمد. وتقبلوا تحياتي أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.